عم نكفي موضوعنا عن الإسلام بقلم الكاتب هارون يحيى. حكينا عن الإسلام ليس مصدر للإرهاب بل هو حله. الإسلام دين السلام والخير، والله يبغض الأذى. الإسلام يدافع عن التسامح وحرية التعبير. لقد حرم الله قتل الأبرياء، والله يأمر المؤمنين بالشفقة والرحمة. هذا الموضوع اللي حنكفيه اليوم أكيد بقلم الكاتب الكبير هارون يحيى. لقد ورد في هذه الآية تفسير لمبادئ المسلم الأخلاقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. سورة البلد الآية 17 و18 الآيتين عفوا. وكما يتضح لنا في هاتين الآيتين يتمثل أحداهما التعاليم الأخلاقية التي أنزلها الله على عباده حتى يحصلوا على الخلاص والرحمة وينالوا الجنة. في قوله تعالى تواصوا بالمرحمة، إن الإسلام كما هو موصوف في القرآن الكريم هو دين عصري ومستنير. فالمسلم قبل كل شيء شخص مسالم، فهو شخص متسامح يتحلى بروح ديمقراطية ومثقف ومستنير وصادق وحسن الاطلاع على الفنون والعلوم ومتحضر. إن المسلم الذي ينشأ على التعاليم الأخلاقية الرفيعة الواردة في القرآن الكريم يقترب من الجميع بالحب الذي يتوقعه منه الإسلام، ويظهر الاحترام لكل فكرة ويقدر الفن والجماليات. إنه يتحلى بالرضا عند مواجهة أي حدث، مما يقلل من التوتر ويعيد التفاهم. ولا شك في أن المجتمعات المكونة من مثل هؤلاء الأفراد ستتم بحضارة أكثر تقدما ومبادئ أخلاقية أسمى، وبمزيد من البهجة والسعادة والعدل والأمان والخير والنعم التي تفوق ما هو موجود في أكثر الأمم معاصرة في عالمنا اليوم. وأيضا لقد أمر الله بالتسامح والعفو. تعبر الآية 199 من سورة الأعراف التي تقول خذ العفو عن مفهوم العفو والتسامح الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للدين الإسلامي. فعندما ننظر إلى تاريخ الإسلام يمكننا أن نرى بوضوح كيف رسخ المسلمون هذه المبادئ المهمة من التعاليم الأخلاقية القرآنية في حياتهم الاجتماعية. ففي كل مرحلة من مراحل تقدمهم قضى المسلمون على الممارسات المحرمة وأنشأوا بيئة حرة ومتسامحة. أما بالنسبة للدين واللغة والثقافة فقد أتاحوا للناس متعارضين مع بعضهم البعض تماما أن يعيشوا تحت سقف واحد في جو من الحرية والسلام. ومما أعطى لرعاياهم ميزات المعرفة والثراء ومراكز الاجتماعية الرفيعة. وبنفس الطريقة فإن أحد أهم الأسباب التي أتاحت الإمبراطورية العثمانية الكبيرة والمترامية الأطراف أن تحافظ على بقائها لعدة قرون يتمثل في طريقة الحياة السائدة التي كان يوجهها التسامح والفهم واللذان جاء بهما الإسلام. ولعدة قرون كان المسلمون معروفين بتسامحهم وتراحهم، وفي كل عصر من العصور كان أعدل الناس وأرحمهم. وقد مارست كل المجموعات العرقية داخل هذا المجتمع مجتمع القوميات ديناتهم التي اعتنقها على مر السنين وتمت بكل فرصة للحياة وفي ظل ثقافتهم وممارستهم وعبادتهم بطريقة خاصة. وفي الآية التي تأتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. أما الخاتمة على ما قرأناه نختتم، يتضح لنا في كل ما سبق أن التعاليم الأخلاقية التي يقدمها الإسلام للبشرية هي تعاليم تعود على العالم بالسلام والسعادة والعدل. ومن ثم يتضح لنا أن الهمجية التي تحدث في عالمنا اليوم باسم الإرهاب الإسلامي بعيدة كل البعد عن التعاليم الأخلاقية للقرآن الكريم، فهي نتاج لأناس جهلة ومتعصبين مجرمين لا يمتنون للدين بصلة. ويتمثل الحل الذي يجب أن يطبق على هؤلاء الأفراد
وتلك الجماعات التي تحاول أن ترتكب الأفعال الهمجية تحت ستار الإسلام هي في إرشاد الناس إلى تعاليم الإسلام الأخلاقية الحقيقة. وفي عبارة أخرى، لا يؤيد الدين الإسلامي وتعاليم القرآن الأخلاقية الإرهاب والإرهابيين، بل هما العلاج الذي يمكن من خلاله إنقاذ العالم من كارثة الإرهاب. وشكرا. هون عفوا، يعني خاتمة بنحكي إنه الإسلام الحقيقي والوجه الإسلامي يرفض كل الرفض للذين يستعملون الإسلام إلى طريق الإرهاب والقتل والعديد من المشاكل. هنا خاتمة، وحسب ما قال الكاتب الكبير هارون يحيى، يرفض كل الرفض لهذه الأمور. وشكرا.